بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا دلوقتي كده جيت على الدومين كنترولر، هدخل تحت رولز وادخل تحت جروب بوليسي مانجمنت، تمام؟ على ما يتفتح كده اساسا، لو جيت دلوقتي على الجهاز بتاع الكلاينت، باي ديفولت اليوزر الاي دي يقدر ياكسس السي ولا لا؟ بيقدر ان هو ياكسس السي عادي جدا. طب انا اصلا ليه اخلي عبير تاكسس السي اساسا؟ فممكن ان انا كنوع من السكيورتي اخفلها السي، اخفيه اساسا، لان السي طبعا عليه ملفات السيستم، ممكن تحاول تدخل بقى وانتوا عارفين اليوزر يدخل يعقوا بقى ويبهدلوا الدنيا، تمام؟ فممكن دلوقتي تاني اعمل هيدن لمين؟ للبارتيشنات بتاعتي، مش شرط السي يعني اساسا يا رضوى، على حسب البارتيشن اللي انت عايزاه، تمام؟ فتعالوا دلوقتي مثلا اكريت هنا جروب بوليسي كده، كرييت جروب بوليسي اوبجكت اند لينك هير، هسميه دلوقتي فولدر ري دايركشن، واعرف ليه دلوقتي انا مسميها باذن الله كده، تمام؟ لو دخلت دلوقتي تحت الفولدر ري دايركشن، كليك يمين اديت، تمام؟ وهاجي تحت يوزر كونفيجريشن، تحت بوليسز، تحت ادمنستريتيف تمبلتس. طبعا بتطول بس كده شويه لان احنا خلاص نقلناه للسنترال ستور، تمام؟ شلناه اساسا من اللوكال سيرفر، تمام؟ لو نزلت هنا تحت سيستم، في هنا السيستم فولدر او ويندوز كومبوننت فايل اكسبلورر، لو جيت فتحته ده كده، يعني المفترض ان انا هلاقي اوبشن هنا ان هو يعمل هايد للديسك للسي. مشكله مايكروسوفت في حاجه بس، طالما برقت كده يا غاضي، دي مشكلتها بس معايا ان هي مش مرتباهم الفابيتيكال، فبضغط هنا بس كده ايه عشان ترتبهم الفابيتيكال، تمام؟ لقيتها، تمام. هايد سي سبيسيفايد درايفز ان ماي كمبيوتر، دبل كليك واتاكد هو شغال على ويندوز كام، تمام؟ لو انا قلت له انيبل، بيقول لي دلوقتي ريستريكت او ريستريكت اسا اول درايفز، اخفي كل البارتيشنات ولا الاي والبي بس اللي هم كانوا بتوع الفلوبي، ولا السي بس ولا الدي بس، عايز تخفي ايه؟ انا في حالتي كده كده على السيستم ما عنديش الا مين؟ على كذا كلاينت سي، فسي مثلا هقول له دلوقتي ريستريكت للسي اونلي. خدوا بالكم تاني انا عملت ايه؟ هايد، تمام؟ لو جيت دلوقتي على المكنه بتاعت الكلاينت، دلوقتي بس كده هنا على الجهاز بتاع الكلاينت، وقلت له جي بي ابديت على فورس، او الافضل حتى كنت اقول له ان التارجت بتاعي اللي انا عايز اعمله داونلود هو مين؟ اليوزر، تمام؟ طيب هو لسه ما اختفاش او اختفى بعد الريفرش، تمام؟ بس المشكله ان اليوزر ده صايع شويه، يعني هيجي كده فوق اساسا يكتب سي نقطتين فوق بعض دخل، اه صحيح انا خفيان بس بيسي عليا، تمام؟ مش بس كده، ده لو سي مثلا جيت دلوقتي هنا على الديسك توب، كليك يمين وقال لي نيو شورت كات، تمام؟ وعايز الشورت كات ده يشاور على مين؟ على السي. نيكست هيسميه سي، مفيش مشاكل، فينش. اما كريت لي هنا اصلا على الديسك توب ايه؟ شورت كات للسي، دبل كليك برضه فتح له السي، بيسيع عليا شويه، تمام؟ فريكومندد بقى مش ان انا اقول له هايد سبيسيفايد درايفز، لا ده ريكومندد ان انا اقول له بريفنت، اقول له ايه؟ بريفنت او ريستريكت، ندور كده في الاثنين. بريفنت ايه فوق ايه؟ فين؟ بريفنت اكسس تو درايفز للبارتيشنات الفلانيه اللي هي سي، دلوقتي ان انا همنعها لمين او ريستريكت ايه؟ السي، تمام؟ نيجي هنا تاني هعمل جي بي ابديت على تارجت اللي هو اليوزر، لان احنا كنا معديلين في الجزئيه بتاعت اليوزر، صح؟ لو جيت دلوقتي هنا كده دبل كليك على السي كده لسه ما سمعش، نقول له فورس، دبل كليك، قال لي ايه؟ اكسس دينايد، تمام؟ طب لو فتحت ذيس كمبيوتر سي اكسس دينايد، يبقى انا خبيتها ولا لا؟ بس عندي مشكله جامده قوي انا وقعت فيها دلوقتي، ايه هي؟ ان اليوزر ده لو جه يدخل على الزيس دوكيمنتس، الدوكيمنتس بتاعته،
تمام؟ مش عارف لان الدوكيومنتس اساسا جزء من السي، يدخل على الفولدر اللي اسمه باكتشرز، يدخل على الداونلود، يعمل اي حاجه، كله واقف صح؟ طيب الحاجه الوحيده اللي مسموح لي ان هو يعملها لو حب ان هو يكتب داتا مثلا سي على الديسكتوب بس، انما ان هو ياكسس، ما هو الموظف اصلا عاده بيكتب الداتا بتاعته فين؟ تحت ماي دوكيومنتس، مش قادر دلوقتي ان هو ياكسس صح؟ المفروض، بس ده استثناء، ده استثناء. انا عايز اقول لك حاجه يا شلبي، ان انا اساسا لو جيت هنا كمان على الديسكتوب، تقصد تقول يعني ان انا خارج فولدر واحط جوه الداتا؟ تمام ماشي، بس تمام تمام. هو دلوقتي شلبي بيقول ان انا اكريت فولدر تمام، وجوه الفولدر ذات نفسه الحاجه الوحيده اللي انت من حقك تكريت جوه فايلز بس، تمام. هي المفترض اصلا يا شلبي ان الداتا بتاعت الموظفين دايما بتتكتب جوه ايه؟ تحت دوكيومنتس. تحت ايه؟ دوكيومنتس. اغلب الموظفين المفترض بيعملوا كده، بس مشكلتي تاني ان انا لو جيت دلوقتي تحت دوكيومنتس، كليك يمين عليها وقلت له بروبرتيز، وقلت له هنا اللوكيشن بتاعها، بيشاور على مين؟ ها؟ على ايه؟ على السي، تمام؟ طب ايه رايكم بقى، انا ممكن ان انا اعمل له فولدر ريدايركشن، ممكن اعمل له ايه؟ فولدر ريدايركشن. يعني ايه فولدر ريدايركشن؟ يعني دلوقتي الدوكيومنتس دي او الديسكتوب او البيكتشر وات ايفر الفولدر اللي انت عايزه، بدل ما يبقى موجود هنا، لا انت ترميه على فايل سيرفر. ترميه على ايه؟ فايل سيرفر. اولا عشان تقدر تعمل الاكشن اللي احنا عملناه، ان انت تعمل ريستريكت لليوزرز ان هم يدخلوا على سي. ثانيا وده الاهم عندي، ان اساسا عشان الفايل سيرفر، الادمن لما يدخل على الفايل سيرفر يعمل باك اب مره واحده، بدل ما يلف على الاجهزه بتاعه الموظفين جهاز جهاز يعمل باك اب للداتا. ها صح؟ عشان اعمل الكلام ده بقى، تعالوا نطبقه جوه نفس الجروب بوليسي اوبجكت اللي انا كريته، تمام. انا دخلت دلوقتي تحت مين؟ يوزر كونفيجريشن، تحت بوليسز، هلاقي فيه هنا ويندوز سيتنجز، هلاقي فيه هنا حاجه اسمها ايه؟ فولدر ريدايركشن. اقدر ان انا اعمل ريدايركت لمين؟ للديسكتوب، قائمه ستارت، دوكيومنتس، بيكتشرز. شايفين قد ايه؟ ده مش بس كده، ده للابلكيشن داتا، ودي مهمه جدا بالنسبه لي، لان دلوقتي لو انا كان عندي ميل سيرفر على سبيل المثال، واليوزر بيفتح الايميلات بتاعته عن طريق برنامج الاوتلوك، اليوزر كده خلاص مش هيعرف ان هو يفتح الايميلات بتاعته، لان الايميلات بتاعته بتبقى موجوده جوه الابلكيشن داتا. فريكومندد برضو ان انا اعمل ريدايركت لمين؟ الابلكيشن داتا، تمام. هنعمل ده، هنطبق الكلام ده دلوقتي على دوكيمنتس ونسخه طبق الاصل عليهم كله. عشان اقدر اعمل الكلام ده، هاجي على السي عندي، مش شرط طبعا السي او الدي او وات ايفر، انا اقصد يعني ان انت تيجي على الفايل سيرفر. انا ما عنديش دلوقتي فايل سيرفر، فانا هتعامل مع الدومين كنترولر ان هو ذات نفسه الفايل سيرفر برضه، انما اللي اقصده انك مش شرط ان انت تكريت الفولدر اللي كريته دلوقتي على الدومين كنترولر، لا ممكن على مين؟ اي فايل سيرفر عادي، تمام. فكريت هنا فولدر سي مثلا، هسميه رومينج، تمام. والفولدر ده هشيره ادفانسد شير، واهم حاجه ان انا ادي الاوثنتيكيتد يوزرز. الاوثنتيكيتد يوزرز المقصود بيهم اليوزرز اللي تبع الفورست، احنا قلنا قبل كده دومين يوزرز دول اللي هم اليوزرز تبع الدومين، اوثنتيكيتد يوزرز دول اللي تبع ايه؟ الفورست بالكامل، تمام. اهم حاجه عندي ان انت تديله تشينج بيرميشن، ان انت تديله اسف فول بيرميشن، ان انت تديله ايه؟ فول بيرميشن. ليه فول بيرميشن؟ لان المفترض دلوقتي ان اليوزر اللي اسمه عبير ده تبع الاوثنتيكيتد يوزرز، صح؟ المفترض اصلا ان هو هيقدر ياكسس الداتا دي يكتب جواها، ده كمان هياخد اليوزر رايتس بتاعتها. الفولدر دلوقتي الدوكيومنتس بتاعته دي، المفترض ان هي ده الدوكيومنتس بتاعته، لازم يبقى ليه فول كنترول عليه، لازم يبقى ليه رايتس عليه، تمام. وعشان كده هديله ايه؟ فول كنترول، تمام. وبالنسبه للسكيورتي اديت اد برضو هضيف اوثنتيكيتد يوزرز، هديلهم موديفاي عشان يقدروا يأدتوا في المسار ده، تمام. بعد كده هاجي دلوقتي على دوكيومنتس، كليك يمين هنا واقول له بروبرتيز. هو باي ديفولت حالته ايه دلوقتي؟ نوت كونفيجر. جاست ان انت هتقول له هنا، تختار الدروب داون ليست دي وتختار يا اما بيزك يا اما ادفانسد. ايه الفرق؟ لو انا قلت له دلوقتي بيزك،
وتكتب لي هنا المسار بس بصوره يو ان سي. احنا قلنا قبل كده يو ان سي يعني ايه؟ شير باك سلاش باك سلاش بي دي سي. انا مسميها الفولدر رومينج صح. هتكتب لي المسار هنا كده تمام. قال لي هنا بالنسبه لكل يوزر هكريت له اساسا جوه الفولدر اللي انت كريتيه ده فولدر باسمه، ومديني اكزامبل تحت بيقول لي مثلا انا هفترض ان انا عندي يوزر اسمها كلير، هروح مكرياتها فولدر تحت بي دي سي تحت رومنج اسمه كلير، وتحتيها فولدر خاص بها اسمه دوكيمنتس. ها واضحه كده؟ ده لو انا اخترت ايه؟ بيزك. طب لو انا اخترت دلوقتي ادفانسد، قال لك ادفانسد ده هيعمل ايه؟ اقرا كده. This folder will be redirected to different location based on the security group membership of the users. بمعنى ان انا ممكن دلوقتي ابدا ان انا اكريت اكتر من سكيورتي جروب، مش جروب عادي، مش ما يكونش ديستريبيوشن، لازم يكون ايه؟ سكيورتي جروب تمام. وكل جروب يبقى له فولدر خاص بيه، كل جروب يبقى له ايه؟ فولدر خاص بيه. يبقى دلوقتي اقول له مثلا اد الجروب اللي اسمه كذا سيلز مثلا، هحط لهم المسار تحت كذا، واضيف جروب كمان واحط لهم مسار تاني ان سو اون. يبقى كل دلوقتي تاني جروب جواه اكيد مجموعه من اليوزرز هيبقى لهم مسار مختلف، مفيش مشكلة تمام. طيب انا دلوقتي اختار ايه؟ بيزك تمام، ونحط المسار ده. لو انا جيت هنا تحت سيتنجز بيقول لي دلوقتي grant the user exclusive right to the documents، اكيد لازم فعلا اليوزر يبقى ليه رايتس على المسار بتاعه، لان هيكتب عليه داتا. ما هي الدوكيمنتس دي اه صحيح هي ظاهره قدامه بيكتب فيها، بس في الواقع بيكتب على السيرفر، فلازم يبقى له برميشن عليه. لا لا طبعا مش هيقدر بالظبط تمام. Move the contents of documents to the new location. افرض دلوقتي ان اليوزر ده كان كاتب فعلا دلوقتي حالا داتا جوه documents، هو انا مش هقدر اوريها لكم لان انا خلاص شلت البرميشنز تمام. كان المفروض اكريت اي حاجه يعني قبل ما ايه اشيل البرميشن، انما مش هقدر ادخل على الكلاينت دلوقتي على السي بتاعه تمام. لو كنت انا دلوقتي اساسا عندي ملفات جوه documents ساعتها هينقلها على مين؟ على المسار الشيرد ده. Move the contents of documents to the new location. ماشي صح؟ اللي بعدين also apply redirection policy to windows 2000 و2000 server و XP and windows 2003 operating system. يعني انا لو ما حطيتش دلوقتي علامه الصح دي معنى كده ان الكلام ده هيسمع على انهي operating system؟ ابتداء بقى من 7 وانت طالع. انما لو انا عايزاه كمان يتطبق على الويندوزات القديمه هحط هنا ايه؟ علامه صح تمام. سيبوكم من ريموفل دلوقتي. طيب لو قلت له دلوقتي ابلاي تمام، do you want to proceed؟ ماشي يا عم اوكي. الرساله اللي عدت دي تحذير بس ان الويندوزات القديمه مش هيسمع عليها، كان المفروض ايه؟ احط علامه الصح اللي قلت لكم عليه تمام. لو جيت دلوقتي هنا قلت له جيبي ابديت على فورس، في بعض انواع البوليسز بيطلب مني اساسا صراحه كده ان انا الوج اوت، فاقول له يس تمام. ايه اللي حصل؟ مش احنا كنا قلنا ان انا عندي اكتر من طريقه اساسا البوليسي بتسمع بيها؟ جي بي ابديت او هو كان 1 2 3 تقريبا؟ عبير 1 2 3 تمام. كنا قلنا ممكن ان انا اعمل ريستارت او لوج اوت ولوج ان، او ان انا اقول له جي بي ابديت على فرصه مثلا، او ان انا استنى شويه وقت. اخدنا كذا سيناريو كذا طريقه، لكن في بعض البوليسز زي الفولدر ريدايركشن لو انا قلت له جي بي ابديت على فورس هو ذات نفسه بيطلب مني ان انا اعمل لوج اوت، طبعا عشان انا مطبقه على جزئيه اليوزر كونفيجريشن. لو كنت مطبقه على جزئيه الكمبيوتر كونفيجريشن هيطلب مني ريستارت تمام. لو جيت دلوقتي ادخل هنا كده سمعت، عرفت ازاي من غير ما ادخل ان هي سمعت؟ شايفين العلامه بتاعت اللي هي السنكرونايزيشن دي اللي هي بتاعت الاوفلاين؟ ما هو طبيعي انه هيطبق عليها اوفلاين دلوقتي شير، عشان لو الجهاز ده دلوقتي ملوش اكسس على السيرفر على الاقل اقدر اكتب داتا لغايه ما يسنكرونايز صح؟ لو انا حتى قلت له هنا كليك يمين دلوقتي بروبرتيز وجيت هنا تحت لوكيشن بقى بيشاور على مين؟ بالظبط تمام؟ تعالوا احاول ادخل جواه كده. اوبا دخل اهو تمام؟ منو فيا تمام؟ قدرت ان انا اكتب داتا ولا لا؟ طيب.
طيب ما لازم يا عم، لازم نص الجروب ما نايفه يا عم فيه. تمام ها، كتبنا كده داتا جوه الدوكيومنت بتاعتي. اوكي افرض دلوقتي بقى ان انا حبيت ان انا الغي البوليسي دي، لو حبيت ايه الغي الجروب بوليسي اللي انا عملتها دي اعمل ايه؟ جاست ان انا هاجي هنا كليك يمين على دوكيومنت بروبرتيز، وبدل ما هي بيزك اختارها ارجعها تاني نوت كونفيجر، ارجعها ايه نوت كونفيجر. بس قبل ما اعمل كده تعالوا كده، لو قلت له على سيتنجز بيقول لي دلوقتي بوليسي ريموفل، يعني انا دلوقتي لو عملت ريموف للبوليسي leaves the folder in the new location when the policy is removed، يعني معنى كده ان الداتا بتاعتي تفضل على الشيرد فولدر. تمام، الداتا بتاعت الموظف تفضل على مين؟ الشيرد فولدر. امال هيفرق معايا في ايه؟ كل اللي فيها ان اليوزر تاني لما يجي بقى هنا كده يكليك يمين بروبرتيز ويدخل على اللوكيشن، ويدخل على اللوكيشن، انتوا واخدين بالكم ان انا مش قادره ان انا اعدل حاجه. بحاول اكتبها على الكيبورد مفيش حاجه. تمام، الفرق ده ساعتها ان اليوزر هيقدر هنا ان هو يرجع الداتا بتاعته تاني او اللوكيشن يشاور على السي، هيقدر يرجع اللوكيشن يشاور على مين شويه على السي، ده الفرق. تمام، يبقى تاني الداتا بتاعتي بتاعت اليوزر هتفضل تحت دوكيومنتس اللي على الشيرد فولدر، بس اليوزر ساعتها يقدر يقول ايه؟ لا انا عايز ارجعها تاني على السي. تمام، اللي تحتيها ريدايركت ذا فولدر باك تو ذا لوكال يوزر بروفايل، يعني معنى كده لوحده يرجع تاني اللوكيشن على السي. انا هسيبها على دي ليه؟ عشان نشوف فعلا اليوزر من حقه يرجعها تاني ولا لا. تمام، بس قبل ما اعمل كده انا بس هاجي تحت ادمنستريتيف تمبلتس اول سيتنجز مثلا واشيل الجزئيه بتاعت اللي هي البريفنت، اعملها نوت كونفيجرد، لان طالما هيرجع تاني على السي هناك هي اكسس الداتا ازاي؟ صح، اجي بس هنا كده اقول له ايه جي بي ابديت، او حتى كنت اخلص كله واعمل جي بي ابديت مره واحده وخلاص، لان اغلب الظن دلوقتي تاني هيطلب مني برضو لوك اوت، لان البوليسي بتاعت الريدايركشن متطبق. طالب معنا فعلا لوك اوت، كنترول سي نخلص كله ونعملها مره واحده. لو جيت دلوقتي تاني هنا تحت دوكيومنتس كليك يمين بروبرتيز واخليها ايه زي ما اتفقنا نوت كونفيجر واوكي. قبل صحيح ما اقول له قبل ما لو جيت تحت الفولدر ايه اللي حصل هنا؟ كاري فعلا فولدر باسم مين؟ عبير، انا ادمن صح؟ لو جيت ادبل كليك على دوكيومنتس بتاعت عبير مش من حقي، انا قايله لكم قبل كده مش معنى ان هو ادمن ان هو يبلطج صح؟ طبعا لو انا قلت له كونتينيو ساعتها الادمنستريتور هياخد البرميشن على الفولدر ده، بس بلاش بتعمل مشاكل، هتضطر بعد كده لو عملت مشاكل بايدك تضيف برميشنز تاني لمين؟ لعبير. ازاي؟ كليك يمين بروبرتيز، لو دخلت هنا على سكيورتي تاب ادفانسد تمام، انيبل تو ديسبلاي كرنت اونر تمام، هو المفترض ان الاونر بتاعي هو مين دلوقتي؟ عبير. تمام، فممكن اقول له تشينج واخليه الادمنستريتور، بس مش بنلجا للحوار ده الا لما يكون بقى خلاص اليوزر ده مشي وانا فعلا عايزه الداتا بتاعته، او زي ما قلت لكم الادمنستريتور هيدبل كليك كده كده هياخد ايه؟ اليوزر رايتس او الاونر شيب. تمام، طيب نيجي بقى دلوقتي كده بعد ما لغينا اساسا الفولدر ريدايركشن هعمل ساين اوت، لان طبعا احنا شفنا بعنينا ان انا حتى لو قلت له دلوقتي جي بي ابديت هيطلب مني ساين اوت. لو جيت ادخل دلوقتي هنا تحت دوكيمنتس، طالما علامه السنكرونايزيشن اختفت يبقى فعلا البوليسي بتاعتي اتشالت. لو قلت له هنا كليك يمين بروبرتيز ودخلت على لوكيشن ايه اللي حصل؟ المسار لسه زي ما هو موجود، المسار ايه؟ زي ما هو موجود، بس اليوزر يقدر بقى يقول له ايه دلوقتي؟ ريستور للديفولت. في داتا دلوقتي على الدوكيومنت بتاعت اليوزر هناك ولا لا؟ فعشان كده لو قلت له ريستور للديفولت واول ما هقول له ابلاي هقول لي ثانيه واحده انا لقيت لك داتا تمام؟ الاول بيقول لي سوري الدوكيومنت عندك doesn't exist would you like to create it؟ يس. بيكريت دلوقتي فولدر للدوكيومنت بتاعتي.
بعد كده قال لي بقول لك ايه، انا لقيت لك ملف هناك على الشيرد فولدر ده، اجيبه لك اعمل لك ليه داونلود اللي هو بتعمله فيا. اه تمام، هقول له ايه؟ يس. تمام، لو جيت بقى دلوقتي هنا كده اوكي. طبعا بيطول على حسب كميه الداتا اللي موجوده على السيرفر. لو جيت دلوقتي هنا تحت دوكمنت جاب لي الداتا بتاعتي اهو، وموجوده عندي فين دلوقتي؟ على السي بتاعي انا بتاع اليوسف. واضحه كده؟ طبعا قلت لكم اللي انا عملته ده تقدر ان انت تطبقه سواء بالنسبه للباكتشر سواء ابلكيشن داتا، نفس الطريقه بالظبط. مين بيسال؟ ها؟ لا خلاص، لا 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 خلاص. بص حتى هنا ايه اللي حصل؟ مش كان المفترض ان تحت عبير دوكيمنتس اساسا اختفى. هتفضل هنا. تمام؟ في اي مشكله كده في الجزء بتاع الفولدر ريدايركشن؟ ندخل بقى في التوبيك اللي بعديه اللي هو سوفت وير انستليشن. يعني ايه سوفت وير انستليشن؟ عندي على سبيل المثال سوفت وير عايز استطبه على الاجهزه كلها، بدل ما اقعد الف على جهاز جهاز، لا انا عايز استطبه ايه؟ مره واحده وخلاص. تمام؟ فتعالوا نقفل بقى الاوبجكت ده. مش يعني. تمام؟ ونعمل واحده جديده، اوبجكت جديد اسميه مثلا سوفت وير انستليشن. تمام؟ وادخل جواها اعدت. قال لك دلوقتي في عندي مكانين ممكن ان انا اظبط منها الكونفجريشن دي، يا اما من تحت كمبيوتر كونفجريشن في عندي هنا ايه؟ سوفت وير سيتنجز، سوفت وير انستليشن، وبرده ممكن ان انا اطبقه على مستوى اليوزر. يعني ايه الفرق؟ لو انا طبقته على مستوى الكمبيوتر على سبيل المثال يبقى معنى كده ان السوفت وير ده نزل خلاص على الجهاز، ايا كان اليوزر اللي هيلوجن. تمام؟ لكن لو انا طبقته على مستوى اليوزر، اليوزر ماشي اساسا بال اسمه ايه؟ بالسوفت وير بتاعه، يعني مجرد ما يلوجن على اي جهاز السوفت وير يتسطب معايا. تمام؟ ايه الفرق؟ قبل ما اقول ايه الفرق، تعالوا الاول نجهز كده فولدر عندي احط جواه السوفت وير، لان السوفت وير ده لازم يبقى متشاير، هيروح لهم ازاي؟ لازم يبقى متشاير. تمام؟ فكريت هنا مثلا فولدر اسميه مثلا ابلكيشن. تمام؟ واحط جواه السوفت وير بتاعي. السوفت وير بقى اللي انا المفترض ان انا احطه اصلا او اللي انا اسطبه على الاجهزه لازم الامتداد بتاعه يكون ام اس اي. لازم الامتداد بتاعه يكون ايه يا شباب؟ ام اس اي. ام اس اي اختصاص مايكروسوفت انستليشن او انستولر. تمام؟ ايه ده مش ينفع اي اكس اي؟ لا مش ينفع. او للدقه في برامج بتعمل الكلام اللي احنا بنعمله ده باحترافيه شديده جدا. تمام؟ برامج سرد بارتي بفلوس بقى. انا قلت لكم قبل كده كل الاكشنز اللي انا بعملها ممكن تتعمل بطرق ادفانسد واحلى بس ببرامج بفلوس. ميزه ان انا اسطب البرامج عن طريق الجروب بوليسي ان هو ببلاش. تمام؟ لو انا هسطبه عن طريق الجروب بوليسي لازم الامتداد يكون ام اس اي. طب انا مثلا هفترض ان انا ما عنديش ام اس اي، في برامج بتحول من اي اكس اي لام اس اي اساسا. تمام؟ او زي ما قلت لكم كده تشتري بقى برنامج. تمام؟ في برامج اساسا بتعمل لي الحوار بتاع الديبلويمنت ده اللي احنا بنعمله ده بنسميه سوفت وير ديبلويمنت. اللي بنعمله ده اسمه ايه يا شباب؟ سوفت وير ديبلويمنت. في برامج بتعمل لي السوفت وير ديبلويمنت ده بطرق زي ما قلت لكم احترافيه اكتر، وساعتها ممكن ان انا اسطب الابلكيشنز اللي امتدادها اي اكس اي عادي. بس برضه في حاجه، ان اغلب الشركات دلوقتي لما تيجي تدخل على الموقع بتاعها هتلاقي اساسا منزله النسختين، النسخه الاي اكس اي والنسخه الام اس اي. يعني وانا بسيرش على فايرفوكس، انا هسطب دلوقتي الفايرفوكس على كده، وانا بسيرش على فايرفوكس كل اللي فيها قلت له فايرفوكس مسافه داونلود مسافه ام اس اي، بس اول لينك دخلت عليها نزلته، فمش صعبه. تمام؟ كل البرامج او اغلبها دلوقتي هتلاقي ليها الامتداد الاي اكس اي والامتداد ايه يا فتحي؟ اركن الموبايل. تمام؟ يبقى أول حاجة تاني الفولدر ده المفترض إن أنا هشيره، فهاجي على شيرنج. تمام؟ وبالنسبة للبرميشن بلاش إيفري ون كسكيورتي أوثنتيكيتد يوزرز. تمام؟ كفاية ريد، مش محتاجة أكتر من ريد. وبالنسبة للسكيورتي إيديت برضه هضيف الاوثنتيكيتد يوزرز وهدلهم برضه ايه؟ كفايه ريد اند اكزكيوت، مش محتاجه موديفاير، استنى مش هعدل على الباكج دي. تمام؟ طيب
كده انا جهزت الفولدر بتاعي. نبدا بقى في الانستليشن. قلنا تاني هدخل على الجروب بوليسي مانجمنت كونسول اديتور، يا اما ان انا اسطب السوفت وير ده على مستوى الكمبيوتر، يا اما اسطبه على مستوى اليوزر. طب لو انا سطبته دلوقتي على مستوى الكمبيوتر، لو قلت له هنا كليك يمين نيو باكج، تمام، اخدتوا بالكم دلوقتي طالب مني امتداد ايه؟ ام اس اي. لازم تحط لي هنا المسار في الصوره اليو ان سي على ابلكيشن، تمام، وتشاور على السوفت وير بتاعك. اول ما اقول له اوكي قال لي طب انت عايزاه ببلشت ولا اسايند؟ هنعرف ايه الفرق دلوقتي باذن الله. تمام، سيبكم من ادفانس. قال لي ايه ببلشت ولا اسايند؟ اخدتوا بالكم ان ببلشت اساسا مش متفعله؟ طيب كنسل. تعالوا انا هعمل نفس الكلام ده بس على مستوى مين؟ اليوزر. تمام، نيو باكج سوفت وير، اشاور عليه في المسار اليو ان سي، المسار الشير. تمام، وبالمناسبه في السوفت وير في جزئيه اليوزر كونفيجريشن ممكن يكون الامتداد زاب او ام اس اي. تمام، طيب اوبن، لقيت ببلشت اتفتحت، يبقى على مستوى اليوزر ممكن السوفت وير بتاعي يكون ايه؟ ببلشت او اسايند. تمام، هوقف الفيديو ونقول بقى الفرق الاداءين بس، ونوقف وبعد الاداءين بس هنقول الفرق. نكمل بقى، ايه الفرق ما بين ببلشت واسايند؟ اسايند دي معناها ان السوفت وير اساسا هيتسطب على الجهاز، ده اللي احنا عايزينه صح؟ لكن ببلشت معناه من اسمه انا بشير السوفت وير واليوزر يقدر ان هو اصلا يسطبه. اليوزر العادي مش من حقه ان هو اصلا يسطب برامج، انا كده بديله برميشن ان هو يسطب السوفت وير بس، ده بس. تمام، طب ليه الاوبشن ده اتقفل على مستوى الكمبيوتر؟ ما هو بالمنطق كده الكمبيوتر مش هيسطب، انما اليوزر بيسطب. واضحه؟ طب تعالوا نجرب ببلشت الاول. احنا قلنا تاني اسايند مجرد ما اليوزر بس يدخل على الجهاز يلاقي السوفت وير مع نفسه متسطب، لكن ببلشت هيشوف السوفت وير في مسار معين ويقدر ساعتها ان هو يعمل ايه؟ يسطب. سيبك من عرفه وركز معايا هنا. تمام، تعالوا نشوف حوار ببلشت. اول ما اقول له اوكي هيطول كام ثانيه بس كده هنا، بعد كده يظهر. لغايه ما يستر كده. لو جيت دلوقتي على المكنه بتاعت التن، تمام، ودخلت على الكنترول بانل، شوف كده ده خلص لسه. لو دخلت على الكنترول بانل ودخلت على بروجرامز اند فيتشرز، تمام، نظرا لان الجهاز ده دلوقتي بقى ممبر من الدومين، هنلاقي فيه هنا اوبشن ظهر جديد اسمه انستول ا بروجرام فروم ذا نتورك. لو دخلت عليه، لو كل حاجه عندي صح، بعد طبعا ما اعمل جي بي ابديت، تمام، لو كل حاجه عندي صح المفترض ان انا الاقي هنا السوفت وير بتاع مين؟ بتاع مين؟ الفايرفوكس. تمام، تعالوا نشوف بقى كده خلص ولا لسه. ظهر اهو، قلنا تقريبا دلوقتي في حدود دقيقه كده او اقل. تمام، طيب لو جيت هنا بقى دلوقتي بدل تضييع الوقت، انا عارفه ان هو هيطلب مني اساسا لوج اوت، تمام، فاقول له ساين اوت. لو جيت ادخل لا يا باشا، لا بيقول لي ايه مكتوب ده، فبقول له بشكر الديسك بتشكر فيا، بقول له سلام. ايه ده، هو من ساعتها؟ اه من ساعتها. تمام، لو جيت ادخل بقى دلوقتي كده على كنترول بانل بروجرامز اند فيتشرز، تمام، انستول بروجرام، ظهر عندي ولا لا؟ صح؟ ايام الاكس بي كان في حركه عجباني قوي بصراحه، انه كان ممكن ان انا اقسمهم لفولدرات، هوريكم ازاي بقسمهم لفولدرات، بس اقصد ايام الاكس بي كان بيصدر هنا فعلا كذا ايكون لكذا فولدر كعمليه تنظيميه. اقول مثلا البراوزرز كلها احطها مثلا في فولدر اسميه براوزرز، والبرامج مثلا اوفيس احطها في فولدر اسمه اوفيس. تمام، فبدل ما يصير كل البرامج كده، لا اضغط على الفولدر واقول له اصير لي بس السوفت ويرز اللي جوه الكاتيجوري او جوه الفولدر اللي اسمه براوزر، يصير ايه؟ مش كل البرامج، لا بتاعه البراوزرز بس. تمام، عموما الاوبشن ده خلاص اختفى. لو جيت هنا تاني كده على السوفت وير، طبعا احنا عارفين ان اليوزر العادي المفترض ان هو ما بيعرفش يسطب برامج، صح؟ لا، دبل كليك
اللي حصل؟ لو قلت له نيكست بقى هيكمل، انا هكنسل مش عايز اصدق، عشان عايزين نعملها بالطريقه الثانيه. قلنا الطريقه الثانيه ايه؟ واخدين بالكم عندي الفايرفوكس مش بيصدق خالص اهو، تمام. الطريقه الثانيه بقى اللي هي ايه؟ اسايند. ممكن على فكره ان انا اكليك هنا يمين وبدل دلوقتي بدلت كل حاجه، هدخل على بروبرتيز تحت ديبلويمنت، بدل ما هي بابلش اخليها اسايند من اولها كده، تمام. بس انا هدلتها والله يلا مش مشكله، نعملها من هنا. كنت عايزه اعملها لكم تاني بس كمراجعه يعني، مش مشكله هي هي، تمام. لو قلت له دلوقتي ابلاي وهاجي هنا على الجهاز ده اقول له ايه؟ ساين اوت. ولو جيت ادخل تاني المفترض لو كل حاجه عندي تمام، المفترض ان انا هلاقي الفايرفوكس مسطب عندي على الديسكتوب. ما هو المفترض ان الفايرفوكس لما بيسطب بيرمي شورت كات على الديسكتوب زي الفل ولا لا؟ ها واضحه؟ طيب كليك يمين بروبرتيز ديبلويمنت، قلنا ان انا عندي نوعين من ديبلويمنت. اقروا بقى كده انستول ذيس ابلكيشن ات لوجن، يبقى معنى كده ان اليوزر اصلا، افرض ان اليوزر عمل له ان انستول، كل ما يجي لوجن يستوب، تمام. ان انستول ذيس ابلكيشن وين ات فولز اوت اوف ذا سكوب اوف مانجمنت، بمعنى افرض دلوقتي ان مفيش كونكتيفيتي ما بين الكلاينت وما بين السيرفر، مش قادرين يوصلوا لبعض، تمام. يبقى ساعتها السوفت وير ده يتعمل له ايه؟ ان انستول. طب افرض ان انت عايز تعمله ان انستول بايدك، كليك يمين هنا وتقول له اول تاسك ريموف. اول تاسك ايه؟ ريموف. وكان ممكن اقول له اول تاسك برده هنا اغير ما بين اساين وببلش، بدل ما اضطر ان انا اقول له بروبرتيز وادخل على الديبلويمنت تاب، تمام. هنت بس كده بسيطه، انا كنت قلت لكم من شويه ممكن اقسم كاتيجوريز، صح؟ بقسم كاتيجوريز ازاي؟ باجي بكليك يمين على سوفت وير سيتنجز بروبرتيز وادخل هنا على كاتيجوريز واقعد اضيف كذا كاتيجوري بقى، اسميه مثلا كاتيجوري اسميه اوفيس، كاتيجوري اسمه براوزرز، تمام. ولو جيت دلوقتي على السوفت وير بتاعي كليك يمين بروبرتيز وجيت على كاتيجوريز، هقول بس ان ده تبع الكاتيجوري بتاع البراوزر، تمام. زي ما قلت لكم ايام الويندوز الاكس بي كان احلى حاجه فيه يعني ان هو بيصرها لي هنا، بيصير لي كده اصلا هنا فولدر او كذا فولدر اصلا بالاسامي اللي انا كريتهم دول، فادخل على الفولدر الاقي السوفت وير اللي انا عايزاه جوه، بدل ما يبقوا كلهم مترصصين كده قدامي، تمام. طيب افرض تاني زي ما اتفقنا ان انا عايز اعمل له ان انستول، اعمل ايه؟ كليك يمين اول تاسك وان انستول الاول صح عشان ما انساش. في هنا كمان ابجريدز، افرض ان انت عندك ملف ابجريد، فاكرين لما كان عندي اسايند وببلشت وكان في واحد كمان اللي هو ادفانسد؟ ادفانسد ده على سبيل المثال لو انت عندك كمان هوت فيكس ملف باتش بيعمل ابديت للسوفت وير ده عايز تضيف، يبقى تختار ادفانسد، تمام. او زي ما اتفقنا ممكن تيجي هنا كليك يمين ابجريد وتضيف اللي هو مين؟ الباكج بتاعتك دي، تمام. حبيت بعد كده زي ما اتفقنا تعمل له ان انستول مفيش مشكله، كليك يمين اول تاسك ريموف. اول ما هقول له ريموف هيقول لي بقول لك ايه؟ immediately uninstall the software from users and computers، يبقى معنى كده ان السوفت وير ده لوحده يتعمل له uninstall من على اجهزه الكمبيوتر، ولا allow users to continue to use the software but prevent new installations، يعني معنى كده اسمح لليوزر عادي ان هم يفضلوا شغالين على البرنامج ده يفضل متسطب، بس اول ما يتعمل له uninstall مش هيتسطب تاني كده خالص. في اي مشكله في الجزء ده؟